تحوس على الزيت تلقاه زعما تلقاه باللي اسمه يتنسب القطاع الخاص. هنا انا ما قدرش نعرف الاستراتيجيه تاع القطاع الخاص كيفاش هو يخدم، اسكو عنده مشاكل مع الدوله، اسكو عنده في المطبخ السياسي تاعه هو كيفاش راه كيفاش راه عايش، واش هي العوامل واش هي العراقيل الخدامين تاعو ما خدمولوش، خلص ما خلصش، كان يعاني من اعصار مالي، هذه امور تولي له.